بدأت الحكاية مع آدم وحواء لما سمعوا لكلام الشيطان بدل الله. هم عصوا الله وخربت العلاقة الكاملة بين الله وبين الناس. كانوا هم أول من ارتكب الذنب، ونتيجة الذنب كانت الموت. حاولوا يخبوا أنفسهم بورق الشجر علشان يغطوا عورتهم، لكن الله ما رضي بهذه التغطية وغطاهم بدل الورق بجلد حيوان. الله بنفسه ضحى بأول حيوان علشان يغطي عورتهم. آدم وحواء كان معهم 2 عيال، قابيل وهابيل. قابيل تقرب إلى الله بأكل من اللي يزرعه، بينما هابيل تقرب إلى الله بذبيحة ضحى بدم، وتقبل الله من هابيل وما تقبلش من قابيل. ليش؟ لأن الذنب يستحق الموت. فصلنا عن الله، ويجب التكفير عنه بقتل نفس. غيرة قابيل خليته يقتل أخوه، وقاد البشرية في طريق مظلم. بعد مئات السنين والأمور تخرب أزيد وأزيد، وقال الله إنه ما فيش إنسان يستحق إنه يعيش، ولا واحد إلا نوح وأسرته. الله أمر نوح يبني سفينة ويدعو بهذه الرسالة. عقاب الذنوب واقي، وما فيش إلا طريقة واحدة للهرب ورحمة الله، وهي السفينة. واستهزأوا وسخروا من نوح لما أجل المطر من السماء وتفجرت المياه من باطن الأرض، والناس ما كانوش مستعدين. الطوفان قتل كل إنسان وكل حيوان، ومات العالم بسبب ذنوبهم. نوح بس، أسرته والحيوانات الله شلهم بالسفينة اللي أنقذتهم. بعدين أجا إبراهيم أبو الإيمان، وأمر الله يشل ابنه ويقدمه أضحية على الجبل. إبراهيم كان قلق من هذا الأمر، لكنه أطاع الله وأثبت إيمانه بالفعل وشل ابنه لقمة أموريا. ولما كان قد بيضحي بابنه، الله وقفه وقابله حيوان يذبحه بدل ابنه، وكان الحيوان فداء، يعني بدل اشترى به ابنه. دم بدم وحياة بحياة. بعد 400 سنة ارسل الله موسى علشان يقود بني اسرائيل لخارج مصر. فرعون ملك مصر ما رضيش، والله عاقبه ب10 مصايب. وآخر مصيبة، الله أرسل ملاك الموت وقتل في كل بيت الابن البكر. ما عدا اللي ضحوا بكبش زي ما أمرهم الله، وحطوا علامة بدمه بباب البيت. لما شاف الملاك العلامة عرف أنه الأولاد اللي داخل مفديين بالأضحية. وكل اليهود أو المصريين الأحرار أو العبيد، إذا أطاعوا أمر الله أولادهم بأمان، وإذا لم وحصل زي ما تنبأ نبي الله موسى، وحصلت مناحة كبيرة لكل بيت مصري رفض رحمة الله بالتضحية. بعدين موسى جاب للشعب التوراة اللي وصفه الله طقوس علشان يغطوا ذنوبهم. المذنب جاب أضحية حيوانية لعند الكاهن، طرح إيده فوق رأسه كأنه ينقل ذنبه لهذا الحيوان. وبعدين الحيوان ذبح، سقط دمه، الذنب ستر. الملك داود والأنبياء طبقوا التوراة التي جاب الله لموسى، لكنهم تساءلوا، من سقط دم الحيوان يستر ذنب الإنسان؟ أو هي إشارات ورموز للمستقبل؟ تنبأ داود بجيئة واحد ملك وهو المسيح، ومن نسل الملك داود اللي بيحكم بقوة وسلطان، بيكون متواضع وقلبه رحيم. المسيح بيكون بلا ذنوب كامل، بلا عيوب بريء، بيعاني وبيموت، بيكون الأضحية المثلى، بيكون الأضحية العظيمة.
عيسى ولد بسفل لأنه ما كانش في غرفة فاضلة. ولد من العذراء ولد طاهر ملكي لكن فقير ومن نسل الملك داود. رعاة قرويين وحكماء من بلاد فارس جاءوا يكرموا المولود ويشهدوا إنه بالفعل المنتظر المسيح اللي الله وعد به. دعا عيسى بالمحبة، الحق، السلام، الاتضاع. كان نجار متواضع لكنه معلم رائع. أهان المدينين المنافقين اللي اهتموا بالطقوس أكثر من محبة الله، لكن كان محبوب من الفقراء المتواضعين التائبين المذنبين. شفى الأصنق، الأعمى، المشوه، المقدوم والمنسوسين من الجن، وكمان أقام إنسان من الموت للحياة. رجل بدون بيت، معلم عجيب، ثوري، يدعو محبي الله أنهم يعيشوا حياة كاملة. عيسى كان يقول لله أبي، ووري الناس إن الله القدير يحبكم زي أبوكم. أراد الله أن يكون البشر كأولاد له، لكن في مشكلة، عادهم خطاة ومذنبين، والله قدوس. بدأ ذنب الإنسان مع آدم وفصلت الناس عن إلههم، وكان المسيح عارف إيش يعمل علشان يرجعهم لله. تنبأ النبي يحيى وقال عن عيسى: شوفوا حمل الله اللي بيرفع ذنب العالم. عيسى كان هو المسيح المختار، اختير علشان يكون الأضحية العظيمة. أبدا ما أذنب، كان قدوس طاهر كامل، والأنسب إنه يدفع ثمن الذنب. شلوا البريء بدل المذنب، القدوس الطاهر بدل الناس المذنبين، وعمل هذا علشان أبوه، علشان يدفع ثمن ذنب الناس ويحررهم من معبوديتهم للذنوب، ويرجع لهم اللي خسروا آدم العلاقة الكاملة مع الله. عيسى مات على الصليب مش بسبب اليهود ولا الرومان، لكن بيد الله أبوه. الله ضحى بالمسيح علشان يحقق المكتوب من الأنبياء. لذلك هو بيكون حمل الله اللي بيرفع ذنب العالم، أنت وأنا. مش بس كذا، بعد 3 أيام أقام الله عيسى المسيح من الموت زي ما وعد اللي آمنوا به، بأنهم بيقوموا من الموت للحياة الأبدية. بعد كذا عيسى وعد الحواريين بأنه بيرجع مرة ثانية، لكن هذه المرة كقاضي وملك. المسيح هو هدية الله للناس، ما بيموتوش بذنوبهم وينفصلوا عن الله، لكن بقبول تضحية عيسى يقدروا يرجعوا للعلاقة الكاملة معه. وزي أي هدية، هي مش حقك لما تشله،